بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناه الخربشات، جبنا لكم فيديو جديد اقوى مشاهد صيد الحيوانات بالسهم بافريقيا. طبعا هنا زي ما انتم شايفين قدامكم الظبي الاسود الافريقي، مشهور طبعا باسم ظبي السمراني نسبه للقرون. شوف اصابه مباشره. طبعا هنا وزن الظبي تقريبا 180 كيلو. طبعا سعيد هنا وفرحان ومبسوط. وهنا قدامكم ظبي الكودو وزنه 180. شايفين واخد وضع التسديد، واخد وقته. شوف قوة الإصابة، السهم اخترق الحيوان. هنا قدامكم ظبي المها تقريبا في نفس الوزن، يعني 180 او 150 كيلو. هنا الاشاره الصفراء دي بيقول لك هو بيستهدف ايه؟ بيستهدف هنا الرئتين او القلب. طبعا في لوح الكتف، شوف الاصابه مباشره. يعني دقه التصوير. وهنا قدامكم السيتل والإمبالة، شوف شوف أعصاب السيتل بدقة تصويب رهيبة. طبعا أنا سعيد. شوف المقطع ده السهم اخترق الكودو ونزل في الأرض، هنشوفه الإعادة. شوف بالتصوير بطيء، السهم اخترق الكود ورشق في الارض. وهنا شايفين ثلاث حيوانات. شوف اصاب الكود من بين حيوانات النوم. طبعا كل ما بيجري الحيوان والسهم بداخله بيتكسر السهم وبيقطع هنا وبيمزق الاعضاء الحيويه للحيوان. يعني جري الحيوان بالسهم في من داخله بيأثر على مقتله بسرعة. هنا حيوان النوم زي ما انتم شايفين زاوية تسديد رهيبة. شايفين الإصابة؟ دقة التصويب. شوف هنا سعيد طبعا بياخد سيلفي مع النوم. هنا الإمبالة، حيوان جميل. إصابة دقيقة. شوف يعني بيصوب بالسهم كأنه بندقية. شوف اخترقه. شايفين اخترق حيوان نو بسهولة ازاي؟ وهنا السيتل الأفريقي، شايفين؟ كل حيوانات افريقيا مستهدفه. رغم ان الصيد بالقوس متعه ما بعدها متعه، لكن احنا ضد الصيد الجائع. شايفين؟ شوف قوه التصويبه. هنا العلند الافريقي وزنه 600 كيلو. طبعا اللي بيتكلم معاه طبعا ده حارس المحمول. شوف 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 قوه السهم اخترقه. شوف سهم سقط في الارض. شوف سعيد طبعا. وهنا الكود الافريقي من الحيوانات المهدده بالانقراض، موطنه شمال افريقيا، جنوب افريقيا قصدي. الامباله شايفين قوة الضربة تخلي الحيوان يقفز مسافة بعيدة. هنا الخنزير، شوف ضربة قوية أطاحت بالخنزير. وهنا الكودو، شوف إصابة قوية ومباشرة ودقيقة.
هنا بياخد سيلفي طبعا مع الحيوان فرحان وابوه مبسوط بيه. وهنا العلند الافريقي من البقريات. شوف قوة السهم، مع ان احنا مبطئين المقطع بس سرعة السهم ما لمحناش. هنا واخد وضع التسديد وقدامه ظبي وقوده. شوف السهم نزل في التراب. طبعا ندعو مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش باذن الله تعالى يشترك معانا، ونوعدكم اللي جاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. وهنا المها الافريقي. شوف القوة، شوف السهم سقط كيف في الارض، اخترقه بسهولة. من اقوى الفديات. السهم هنا ليه ثلاث امصار. لاحظ كده ليه ثلاث امصار، يعني ثلاث شفرات، يعني بيمزق جميع اعضاء اللحم لما بيدخل في جسم الحيوان. شوف ضربة السهم وقوتها. طبعا بيخترق الحيوان الضخم، الامبالة حيوان ضعيف ورقيق. شوف شوف الضربة في العنق. خلاص الصابة مباشرة. شوف سقط كيف. يعني لو في حيوانين في زاوية واحدة هسيب الاثنين. وفي فيديوهات عملناها بكده، شايف سقط على طول. أصاب الكود بسهولة. يعني مزود بمنظار زي ما انتم شايفين في القوس. هنا شوف طفل صغير. خنزير. إصابة قوية مباشرة. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.